قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الميزان الذي يمكن أن نزن ما عليه الناس اليوم، لأنه كثير من الناس يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الميزان هو هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يبتدع مثلا، يبتدع في دين الله، الذي يبتدع في دين الله، هل هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: من زعم، يعني كاذب، أن في الإسلام بدعة يراها حسنة، لأنه لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه